يا قارئ القرآن داوي قلوبنا بتلاوة تزدان بالتجويد، يتلو فيفتح ألف باب للتقى ويفك عن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ako po si Abdul Fatah di Samanutin. Ako po ay 30 years old. Nakatira po ako sa New Capitol, Marawi, Poblacion, Marawi City, Lanao, Tezo. Ako po ang imam ngayon sa Provincial Mosque King Faisal, New Capitol, Marawi City, Lanao, Tezo. Ang i-recite ko na sura ay Suratul Imran number 189 hanggang 194. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فكنا عذابا ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا مقامها الم
محمود. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى إلى حوض الهدى المورود. شرف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. يا قارئ